مكرونه نجريسكو بطريقه لذيذه جدا، دايما بيقولوا عليها السبيشالتي بتاعتي او الحاجه اللي انا متخصصه فيها. تعالوا نشوف مقاديري. عندي اول حاجه المكرونه، هجيب المكرونه الشرايط العريض وهتكون مسلوقه، كريمه، جبنه شيدر مبشوره، جبنه موتزاريلا، ثوم، مكعبات دجاج مشوي، هتكون صدور مخليه، نشا واللبن والمكعبات المرقه، هحط مرقه دجاج او مرقه خضروات، بقدونس والكزبره الخضره بحبها جدا جدا في الوصفات عامه، انتوا عارفيني بتدي نكهه وطعم وريحه حلوين جدا. يلا بينا نبدا. اول حاجه معايا هعمل الصوص. هنعمل الصوص ازاي؟ هجيب الثوم. اوكي هنا، يلا بينا. تعالوا بقى نشوف، هحط هنا شويه زيت والثوم. يلا بينا. ودايما بحب المرقة مكعبين احطهم معاها. يلا بينا. وطبعا الخضرة ما بستغناش عنها في الوقت ده، بتطلع لي النكهة الحلوة قوي 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 وطعم ما حصلش اهو كده. الله 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 على الجمال. يلا هجيب بقى اللبن بتاعي وهنزل كده باللبن معاكم اهو، وهسيبهم يغلوا مع بعض غلوة، والكريمة. لا استنوا لسه، عايزين ايه كده طعم ما حصلش، هتشوفوا قد ايه بيبقى حلو جدا. وعايزه ادوب بقى النشا في ايه، في شويه ميه اهو كده. اسهل طريقه واسرع طريقه هتكون كده زي ما احنا بنعملها، سهله جدا وسريعه اهو كده. والتقليب المستمر ده المهم بقى كده اهو، هنقلب تقليب مستمر مع بعض. وايه هنروق مكاننا زي ما اتفقنا، احنا دايما عايزين نكون ايه مروقين. هنا كده زي ما اتفقنا، دايما هنحط الحاجه بتاعتنا في اماكنها، واول ما تسخن على طول هنقلب. هبدا بقى في التقليب علشان مهم قوي 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 ان هي ما تكلكعش معايا، فاحنا بنقلب على طول على طول على طول. التقليب المستمر ده هو ده اللي هيخليها ما تكلكعش معايا اهو. حلو قوي كده. تعالوا بقى نجيب البايركس بتاعنا اللي هنستخدمه كده، وهبدا ان انا هنزل المكرونه. اوكي تعالوا نشوف، انا بعملها على طبقتين ثلاثه على حسب البايركس بتاعي. هنعملها هنا على طبقتين، وهجيب هنا الفراخ كده وهنوزعها. يلا بينا. اهو الصوص بتاعي حلو كريمي وجميل جدا جدا جدا. ده وانا ايه بوزعه على المكرونه كلها كده معاكم. الله 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 على الجمال اهو كده. اهو بصوا بقى الجمال ده. وبعدين اقوم جايبه الجبنه الموتزاريلا على الوش، احلى نجرسكو ناكلها مع بعض، سهله جدا ومش عايزه اقول لكم الطعم قد ايه حلو اهو. Thank you.
موسيقى.